مكانات مرموقة بين الدول. وكعادتنا وكعادة جمعية التنمية والتعاون الوطني أن تشارك وتدعم ماديا ومعنويا المتعاونين والمتعاونات الصغار في جميع الأنشطة الوطنية رياضية أو فنية أو ثقافية، وتحفزهم وتشجعهم على ممارسة الأنشطة التربوية وكافة الممارسات الرياضية. كما تساهم الجمعية أيضا سنويا في حفل التميز الذي تنظمه الأكاديمية الجهوية بجهة الإمام الإطلاق لصالح التلاميذ والتلميذات المتفوقين والمتفوقات في دراسته. وتساهم أيضا في حملات دعم للجهات البعيدة والجهات النائية، وتساعد التلاميذ المعوزين وتساعدهم على الاستمرار في التدرس وتحدهم من الهدر المدرسي. بهذه المناسبة نتقدم بأحرى التهاني للمتعاونات والمتعاونين الذين مثلوا بلادنا وجهتنا أحسن تمثيل، كما نشكر الأطر الذين انتقوا هؤلاء الأبطال ولاحظوا موهبتهم واختاروهم للمشاركة في هذه التظاهرات الرياضية. ونشكر كل من ساهم من بعيد أو قريب لإنجاح هذا الحفل ولإيصال هؤلاء الأبطال إلى البلد العالية. نتمنى لأبطالنا مزيدا من التألق والنجاح، ونشكر سيد مدير الأكاديمية الذي يسهر على هذه التطورات وهذه الأنشطة لكي يجعل من جهتنا جهة بارزة في وطننا العزيز. وشكرا.